القوات الجنوبية التهامية انطلقت صوب الحديدة. انطلقت إذن عملية النصر الذهبي لتحرير الحديدة وميناءها من عناصر ميليشية الحوثي الانقلابية. الزمن فجر اليوم الأربعاء، كانت الشرارة الأولى لأبطال الجيش المسنود بقوات التحالف العربي. ضربات موجعة تلقتها ميليشيات الحوثي في الدريهمي والنخيلة والسواحل المتاخمة لجنوب الحديدة. قصف بري وبحري وجوي دك تحصينات الحوثيين قبل بزوغ الفجر، فيما لجأت الميليشيات كعادتها بإطلاق الصواريخ من مناطق بعيدة وزرع المزيد من حقول الألغام، وعمدت إلى نصب قناصاتها في بعض فنادق الحديدة وشوارعها وأحيائها السكنية وحتى المساجد. لم تسلم من سلوكها الإجرامي في محاولة منها اتخاذ سكان الحديدة دروعا بشرية. هلع ورعب دب في هذه الميليشيات الإرهابية، هكذا بدت اجتماعاتهم الأخيرة، وجوه شاردة مفخخة بالخوف والظلم واللقات والرعب. تقول الشرعية بأنها استنفدت كافة الوسائل السلمية والسياسية لإخراج الميليشيات الحوثية من ميناء الحديدة، مشيرة بأن بشائر النصر التي تعيشها اليوم ما كانت لتتحقق لولا تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الجيش اليمني والمقاومة وقوات التحالف العربي، داعية أبناء الحديدة إلى رص الصفوف لإفشال مخططات الميليشيات الانقلابية. أكدت الشرعية بأنها ستقوم وبدعم من التحالف العربي بعد التحرير بواجبها الوطني تجاه أبناء الحديدة والتخفيف من معاناتهم وإعادة الحياة إلى الحديدة، بعد أن عملت الميليشيات على تدمير البنية التحتية والمرافق العامة عبر تحويلها إلى ثكنات عسكرية للقتل والدمار. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.